وسهلا. توني قاعد تحت مع ابو فارس في اقمشة الجاسر، قاعدين بقاعة الاجتماعات قاعد نسولف عن شنو الجديد هالسنة او شنو طلب الجاسر من الخام الشتوي اللي نزل في اقمشة الجاسر السنة هذه. هذا طبعا في فرع الصالحية اللي مباشرة، هذاك باب مجمع الصالحية تكمل سيدة راح تشوف بوجهك الفرع الجديد او الاكبر لاقمشة الجاسر. شنو جديد اقمشة الجاسر السنة هذه او شنو التنوع؟ تحت بوريكم. بفسر لكم حبة. الحين هذه خامة واحدة، والخامة تنزل على شكل مسطرة. شلون؟ يعني هذه مسطرة لنفس الخامة بس في منها كم؟ تقريبا من 10 إلى 14 لون. كل مسطرة فيها 10 إلى 14 لون. زين، الجاسر السنة هذه منزل كم مسطرة؟ 121 مسطرة. يعني 121، وكل كل واحد من 121 منها 14 لون مختلف. ال 121 في منه الهندي وفي منه الاوروبي. الهندي تقريبا 72 مسطرة مختلفة، وكل مسطرة قلنا 14 لون مختلف. والاوروبي عاد عندك الانجليزي والايطالي من السوبر 120 لغاية سوبر 180. زين، الهندي ابو سالم في انواع؟ اي نعم، بالجاسر عنده 60% صوف. هذه الحين هذه الطاولة بس ترى حق ال 60% صوف. 60% صوف سعره 6 دنانير. ما اقول لك والله الجاسر لا تشوفون مكان كشخ اوراقي وكذي وتقول والله اسعاره نار، لا، الجاسر حبيبي اسعار يمكن العادي اللي بالسوق. في بنا فئات، عندك هذا الهندي 60% صوف 6 دنانير، تبي تك اعلى موجود. وين هذا 60% شباب صح؟ هذا شوف، هذا 60% صوف بس الخيط اثقل. يعني شنو؟ يعني بما يعادل سوبر 120. هذا 60 لاحظ هني فرق 500 فلس، يعني خلينا نقول نص دينار اعلى. هذه طاقات ال 60% صوف اللي هي الدرجه الاعلى. طيب هذا 70% صوف شباب صح؟ هذا 70% صوف، يعني اعلى شوي درجه. هذا بما يعادل سوبر 130. فاحنا قلنا في 60% صوف، 60% صوف اللي بما يعادل سوبر 120 اعلى شوي خيطه، هذا 70% صوف بما يعادل سوبر 130 تبي اعلى منه موجود. هذا 100% صوف. هذا صراحة يعني خلينا نقول يوازي الأوروبي وروح. هذا 100% صوف. كان السنة اللي طافت هو التوب، تذكر أبو عمر؟ كان بالهندي التوب 100% صوف. طبعا السنة هذه نزلت تشكيلة أكبر، ولو تلاحظون عدد المساطر والتنوع أكبر. زين، السنة هذه من فئة الهندي في أعلى من 100% صوف؟ في أعلى من 100% صوف؟ أعلى. ننزل بالفي اي بي، هذا غير. خلينا ننزل تحت بقاعة في اي بي ونصور لكم اللي اعلى من 100% صوف. هني يا احباب هذا اعلى من 100% صوف. طيب اعلى من 100% ايش بتسوي بسالم؟ هذا 90% صوف. زين، العشرة الباجي هذه شنو؟ العشرة الباجي يا احباب عبارة عن وين وين وين؟ خلينا نشوف. ايه شوف، 90% صوف و10% كشمير. فهذا اعلى لا من 100% صوف، لان الصوف يشكل 90% والباجي اللي هو الكشمير. هذه منه تقريبا خلينا نقول قريب الخمس مساطر. تتكلم انت الحين بس بالهندي، غير مثلا عندك لوربيانا. معروف الجاسر هو وكيل لوربيانا بالكويت، وكيل اقمشه لوربيانا بمختلف الوانها واحجامها واشكالها. لوربيانا موجود هنا عند الجاسر بتنوع كبير. غير نتكلم عن الاوروبي ابو عمر، الاوروبي نتكلم عن الايطالي ونتكلم عن الانجليزي بانواعه. الاوروبي يختلف، عندك سوبر 120 لغايه 180 واللي يفرق حيل بالملمس. بعمر طلعنا ثلاث اربع طاقات، خلينا نوري الناس شو الجديد في اقمشه الجاسر. هذه واحده من الخامات الايطاليه، طبعا اختار لكم لونين بس الالوان خلينا نقول البارزه جدا في التصوير. ولا من كل خامه عندك قريب ال 14 لون مختلف. هذه مقلمة تقليم ناعم، وهني عاد لون ثاني ومختلف. يا أخي التصوير للخامات ما تقدر تعطيها حقها. أما هذا عاد الإنجليزي، هذا إنجليزي سوبر 160 أبو عمر صح؟ إي نعم. في منه ألوان، عندك هذا اللون لاحظ اللي هني، عندك هذا اللون، وعاد مثل ما قلت لكم من كل خامة قريب ال 14 لون مختلف. هذا عاد الهندي، بس الهندي 100% صوف.
ابو عمر الهندي 100% صوف. كم سعر المتر؟ 12.5. سعر المتر ب 12.5، وهذا ترى راس براس مع الاوروبي كملمس كخفه. هذا بعد هندي؟ روح. هذا هندي 100% صوف. هذه هندي اللي اعلى من 100%، اللي يقول لكم عباره عن 90% صوف و10% كشمير. ترى هذا اللون حلو بس بالتصوير شوي كانه فاقع وراكد حلو. هذا بعد منه نفس الخامه، هذه من نفس الخامه يا جماعه، بالملمس يفرق. طبعا بأقمشة الجاسر بدأوا الآن ينزلون لك خلينا نقول التشكيل الشتوية، تنزل تدريجي. نزل تقريبا خلينا نقول مجموعة كبيرة، اليومين الجايين تنزل مجموعة وهكذا. بس في جديد في أقمشة الجاسر مو من حقي أن نتكلم عنه الآن. تعرفون الفرع نفسه؟ هذا الفرع الكبير اللي بالصالحية، لما تمشي مني بعدين اشتب مني ما أقدر أصور، لأن قريبا راح يتم افتتاح قسم كامل وجديد ومختلف تماما في أقمشة الجاسر بهذه الجهة.